توج المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة مساء يوم السبت بلقب النسخة الثالثة لبطولة الأندية العربية والتي احتضنتها مدينة أكادير خلال الفترة ما بين 17 و22 يونيو الجاري. وجاء تتويج الفريق المغربي بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بحصة 62 مقابل 44 في مجموع أشواط المباراة. كانت مباراة شيقة ولكن كنا متأكدين بأننا غادي ننتصروا. جربنا عدة ديال الخطط مع لاعبين شباب جداد، كنا متأكدين بأننا غادي نفوزوا لأن خسرنا معاهم في لي ماتش دو بول. جاب الله تيسير، خدمنا مزيان ودرنا ان تري بون ماتش. اون ايتي شامبيون، اون ا ديفوندو نوت تيتر. كنا ابطالا ودافعنا على لقبنا والحمد لله استطعنا المحافظة عليه. غيابات لبعض لاعبينا جعل البداية صعبة وانهزمنا أمام الجزائر، لكن استطعنا إصلاح الأخطاء التي ارتكبناها وحققنا انتصارا مهما بنتيجة نهائية 62 مقابل 44. الحمد لله نهائي ضد فريق المغربي كان في مستوى، وشفنا مباراة مستوى عالي جدا بالرغم ان عندنا الفريق تاعنا الاعضاء تاعو كامل صغار، والتجربه تاعهم الاولى في منافسه دوليه. ونشكر بالمناسبه المنظمين على الدوره هذه. النسخه الثالثه لبطوله الانديه العربيه باكادير عرفت مشاركه افضل المنتخبات وهي مصر والكويت والعراق والجزائر اضافه الى المغرب البلد المنظم الذي وضع هذه البطولة كمرحلة إعدادية مهمة للاستحقاقات المقبلة. كان تنافس شديد، والحمد لله أن المنتخب المغربي استطاع أنه يفوز بلقب هذه البطولة، البطولة العربية الثالثة لكرة السلة على الكراسي. كما معلوم أنه المنتخب المغربي هو بطل إفريقيا، وهذه محطة مهمة للاستعداد ديالو الألعاب الإفريقية التي ستنظم في شهر يناير 2020، واللي هذه البطولة ستكون كذلك مؤهل للألعاب البارا أولمبية 2020، فهذه محطة مهمة. بالنسبة لهذه البطولة هي بطولة يعني ناجحة، يعني تقنيا بطولة متميزة وبطولة اللي هي جيدة مستحسنة، كاع نقدروا نقولوا مستحسنة بشهادة كل الفرق اللي نوهوا بهذا التنظيم أو لا بهذا المستوى الجيد اللي يصبح فيه اصبحت فيه كل الفرق كل الفرق العربيه اللي كنهضروا عليها خاصه المشاركه هنايا. تجدر الاشاره الى ان التباري على المركز الثالث الذي جرى في رفع ستار هذا النهائي كان من نصيب المنتخب العراقي بعد فوزه في مباراه الترتيب ب 58 مقابل 43.